سلطان أحمد حسن شامع أو كمي ذا السلاطين تدقن كي سومالي لان أيا كورمي تاريخ ذي إيب هون حريستي مرحون شيف عاقل محمد شامع بكر أو ما تأسقرن لوغو سمي مقالة ده هرقيسي عاصمة ده جمهورية ده سومالي لان كدي مركي وتدوبات كاني كوغيري وذي دل كي سوتاق إمارات كعربتا سلطان أحمد حسن شامع أيا كورمي تاريخ ذي نبدو نمو يميد كي قورتي نمو إيب هون حريستي شيف عاقل محمد شامع بكر وحانا هذا الذي سيكا مدها نفولي باوا دادامين ايسا غيري دا اما نولاك استاباوا دادامين ايا الهي مبانا سبحانه وتعالى باغي نغان ايا حد ايا مارك اولا وحان الهي سبحانه وتعالى كبر ينا انو انا حريستو نشيف عاقل محمد شامع بكر ونحريستي چنو وقود ديقو دامين تي اهل كان سمري ايمان كسيو دامين تين مسلمين تا نقارهان سومالي لانا إلهي سبحانه وتعالى سمر كسيو هذا إن يرى كوبان كشيغو تاريخ نوروليت كي شيف عاقل محمد شامع بكر ورتمرك وقوه رئيسو حكودة الشي كوني يسقال بقول يصدن كي وحكودة الشي دقمد قرية على إكاترسن قبل كتوك دير ومركا هاي تولو أما عيرا لير يرى كوبان كوني دبيت كدي مركو هالكا كوكا عامي سوارد اللي يرى دبيت دور دوفي وحوها بدمرين أيوها أما وحين أورنج ريسيمان هل قاعد سوى كشغين يبا أديركي شيف عاقل حاج عبد الله أبكر محمد أيام حان كلها هاي ود كوري شيء عاقل نمادي ومركب كي بلقى سود شيء هل قاعد بكون يستقال بقول يشان يكون تكي عاقل كان نقضي وحنا مسلا مركا أنا ما كان ساي كقريب قلي أما هرمود كها وغاشي لو ساري ما كان سا حرية دي يهل جنكي waxaan ku raayay ingiriiska laga kicinayay wadanka Soomaaliland markay inta la soo dhaafo wuxuu ka qayb galay dib u xoreyntii dalka wuxuu maxaan ku leeyahay kamid ahaa odayaasha ee hormuudka ka ahaa abaabulkii odayaasha iyo wuxuu kamid ahaa asaasiyashii guurtida 33 sano ayuu xildhibaan golaha guurtida ahaa Chief Aqil Maxamed Jaamac Bakar waxyaabaha lagu xasuusto waxa magaranaysaa ay kamida waxa nin degan oo aad iyo aad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu daaqay deganaansho iyo dulqaad waxa nin afgaaban oo afkiisa iyo adinkiisa laga nabad galo waxa nin samatalisa oo wax samayn mooyaan aan maxaan ku leeyahay lagu xamanin ama aan ka dhicin waxyaabo kale waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga bareynaa inuu naxariisti jana siiyo samiriye ma naga siiyo inuu maxaan ku leeyahay wadanka Soomaaliland samir iyo mankasiyo gaar ahaan muslim guud ahaan muslimiin toodana samir iyo mankasiyo dad badan buu ka tafirmay ilaa imka tafirtiisi wuxuu dhalay waxay sii dhalan waxay marayaan 137 qof yaa imka nool de waxaan ilaahay ka bareynaa inuu jannada firdowso ugu deeqo.